كما على بالنا حليمه انه السينما الجزائريه ديرنييرمون ولات عندها انتاجات بارابور ما كنا نشوفوه من قبل، تطور خصوصا فيما يخص الافلام الثوريه ولا الافلام التاريخيه. قبل ما نهضروا على الفيلم اللي جبناه، اسكو انت يا لو جور اللي يحب يتبع سو جور دو فيلم ولا نو؟ اكيد نحب كل الافلام اللي تعكس تاريخ وهويتنا وتاريخنا العريق، اكيد نحب. الوغ مالا نروحوا ديريكت ونشوفوا هذا التقرير على فيلم صالحه الثوري للمخرج محمد صحراوي، ونولوا نحكوا عليه بلي ديتاي جوست ابري. من هذا السبع وخفتوا منه؟ لا. صالحة فيلم روائي تاريخي يروي أحداثا واقعية، بطلتها الشهيدة والمناضلة زبيدة ولد قابلية. سلامتك أخو، الحمد لله. الحمد لله. سمحوا لنا ما خليكمش تنفسوا، خاطرش هذه المنطقة ما راهيش مأمنة. طبيبة شابة غادرت مقاعد كلية الجراحة والتحقت بصفوف المجاهدين بمدينة معسكر وجعلت حياتها فداء لوطنها. الفيلم من إخراج محمد صحراوي الذي اختار البطولة النسوية في عمله، وركز على إظهار الجانب الإنساني طيلة أحداث الفيلم. يا درا أهلا، بس ركي تشوفيها بنتي. وهم نورتنا مليح ورا. بون الحمد لله، التجربة كانت مفيدة وجميلة واكتشفنا فيها عدة أمور. وهو أول فيلم البطولة فيه امرأة شهيدة، وهذا يشرفنا على كل حال. هو أول فيلم هذا ماذا بينا يوتيوب ناسيونال، معناتها يجوا لقاعة السينما على المستوى الوطني، بس أي مخرج يدير فيلم الهدف تاعه أنه يعرض في أكبر عدد من القاعات. كما جالت كاميرا المخرج في جبال وأرياف المنطقة مبرزة جمال وعظمة التضاريس التي احتضنت الوقائع. أولا الشباب تاع الدرك على باكي طيب برونشي مع الانترنت والريزو سوسيو، معناتها ما كي تقولوا فيلم صوري ما يجيش يشوفوا، بس اكيد تبدل الطابع وتبدل الستيل لا رياليزاسيون ماشي الكلاسيكيه هذيك، نظن يجلبوا قادر. هي لازم احنا لازم عبرت الثوره تاعنا كبيره ولازمها عدد كبير من الافلام باش نخرجوا بما تحقوا من الناحيه السينمائيه بطبيعه الحال، لتبقى مثل هكذا أفلام رمزاً للفخر ومصدر لرواية بطولات من ضحوا بحياتهم لأجل أن يحيا وطن اسمه الجزائر.